ودلوقتي جه ميعادنا مع السوشيال لاب اللي بنحلل فيه اكونتس النجوم وتفاعلهم على كل ابلكيشنز السوشيال ميديا. على تويتر اللي اعتقد انه احب الابلكيشنز دي، بيعرف يستعرض اراءه ويعلق على اي حدث بطريقه ساخره وكوميديه، والاحلى انه بيستعين بصور وفيديوز من ادواره الكوميديه وبيكتب تعليقاته عليها، وده اللي بيخلي اي حاجه بينشرها بتتصدر السوشيال ميديا وبيتفاعل معاها الجمهور. تعالوا نروح نشوف بالارقام السوشيال ميديا اخبارها ايه مع هنيدي الاول، ونروح لتويتر. هنيدي بيتابعه 13,500,000 متابع، وهو بيتابع 727 اكاونت ونشر لحد دلوقتي 1979 تويت. من تويتر للانستغرام، بيتابع هنيدي على الانستغرام 7,800,000 متابع، وهو بيتابع 160 اكاونت، منهم آسر ياسين، اشرف عبد الباقي، تامر حسني وغيرهم من الوسط الفني، ده غير اليوتيوبرز والبلوجرز. هنيدي لحد دلوقتي ناشر 378 صوره وفيديو. اكاونت هنيدي على الانستغرام عباره عن بوسترز لاعماله وصور ليه مع اصدقائه من نجوم الوسط الفني، ولقينا انه ناشر اكتر من 50 صوره كوميكس على احداث مختلفه، بس اللي لفت نظرنا انه بيحب الكوره جدا، خصوصا لو الموضوع متعلق بالزمالك او محمد صلاح. والمعروف عن هنيدي هزاره مع اصدقائه في الوسط الفني سواء ببوست او فيديو.